السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا في طريقة بس سريعة شرح على الصفقات المضاربية اللي بنسويها. للأسف إنه في بعض الصفقات بتربح وبعض الصفقات تخسر. بس هنا كنت أبغى أجاوب، لأنه قبل كذا جاني تعليق إنه ليش كل الصفقات الشورت هي أفضل شيء. أنا عندي أسباب خاصة بالنسبة لصفقات الشورت، أو إني دائما بكون يعني زي ما قلت في الفيديو السابق انه ليه صفقات الشورت انا بحس انها هي افضل 1000 مرة من صفقات اللونج. اول شيء السبب الاساسي قلت زي اني انا ماني مضطر ان انا اقعد ادور فين الكوين اللي راح يطلع او ايش اللي عليه تاترن. هذا واحد. فتقدر بس تغير، تسوي تشينج، اوكي، حتلقى مين اللي عملوا الاب ترند، اوكي، في هذه اللحظة، وبتنتظر لحظة الانعكاس لها. فمثلا لو هنشوف هنا ار اس ار، يعني احنا دخلنا اكثر من صفقة اليوم، اوكي، ما زالت لحد الان ار اس ار هي اللي عاملة شغل كويس وعندها تأكيد اكثر من البقية. والسبب انه يعني لان انا بعتمد على ستوب لوس قريبة جدا، فبالتالي بالنسبة لي مهم جدا عندي انه يكون الصفقة سريعة وانها توصل لهدفها بسرعة. في الشورت بوزيشن زي ما قلت انك انت كل اللي عليك بس تبغى تعرف انه فعلا هل انهى الويف الطالعه هذه او الصاعده اللي موجوده بالنسبه للعمله اللي انت تبغى تحللها ولا لا، وبناء عليه تقدر تحدد انه والله اقدر ادخل هنا ولا لا، وبتحدد اهداف سريعه وبتجيبها بسرعه. ثاني شيء، لما بيصير عمليه سيل، لما توصل لقمه معينه، اوكي، بيصير عمليه بانك في السيل، فالسعر بيوصل الى اسرع الى اهدافه من العملات الاخرى اللي بتكون لسه تبغى تسوي باي او شيء. لسه الماركت طبعا في فومو، في باينج فرينزي، ويعني انه في عمليه شراء ضخم جدا. لو نيجي نشوف هنا بالنسبه للار اس ار مثلا، اوكي، انا كنت مراقبها من الصباح، ابغى اشوف، او مش من الصباح يعني، مراقبها من اول ما طلعت على اساس اني ابغى اشوف متى تنهي الويف حقتها. فوجدت انه 1 2 3، احنا في الويف الخامسه هنا. انا تاخرت شويه في الدخول، اوكي، لكن متاكد انه راح تسوي اللي هي الباترن اللي هو الاي بي سي المعروف، يعني انه بعد الاربع خمس بعد الخمس ويفز، اوكي، الاي بي سي. وطبعا عشان اعرف كم حجم الاي بي سي، طبعا انت يا بتدخل من هنا من الاي، طبعا unless انك شفت دايفرجنس، موضوع اخر، لكن اذا ما شفت دايفرجنس، اوكي، بتستنى طبعا تشوف فين الاي عشان توصل، وبعد ذلك تقدر تحدد فين السي. فهنا لو هنلقى انه هدف السي حاليا تقريبا بين المستوى الفيبوناتشي اللي هو ال 0.38 و ال 0.50، اوكي، فتقدر تقول انك ممكن تكسب الاربعه او الخمسه في المية هذه. يعني لو شفنا هنا هتلقاها حوالي 6%، فلذلك هي اسهل بكثير في انك انت تروح. طبعا الستوب لوس اكيد above الويف الخامسه هذه اللي موجوده حاليا، وبالتالي انا بشوف يعني حاليا انا داخل في اكثر من صفقه، اوكي، 2 لونج وواحده شورت. الوحيد اللي عامله الان بروفيت هي الشورت بوزيشن، والسبب انها اكتملت الويف حاليا. فاحنا الان منتظرين التصحيح حقها والكوركشن اللي هو هيكون بين هذه الليفلات تقريبا، تتكلم ما بين 6 ل 7%. انا بالنسبه لي مور ذان اناف على حسب كميه طبعا اللي بتدخل فيها. بالنسبه لي كميتي اتس اوكي okay. فاكيد هنتظر. والستوب لوس عندي 5 الحين. لو رجعت كسرت فوق بعد الاي اللي سوتها هنا، يعني لو هنيجي نشوف هي سوت اي بي سي، لو رجعت هنا كسرت بعد ما طلعت الاي، اذا معناها انه خلاص انها دي الخسرانه، فما هي مشكله، اوكي، بتاخذ الريسك عليها، على الاقل انك بتكسب فيها. يعني هي في النهايه دي تريدنج، اوكي، عباره عن مكسب وخساره، فلكن بتكون اكثر امانا بالنسبه لي الشورت بوزيشن من اللونج بوزيشن. مع المقارنه، لو جيت اخذت مثلا اكس اس اكس بي، المفروض انها مسويه باترن كويس الان حاليا، ولكن لانه كان في زخم قبل ساعه، اوكي، في الصعود مع البيتكوين، فبدات تكسر الباترن هذا، لكن ما كملت للاسف الاهداف. الحين هي عندها اهداف، ممكن تاخذ معايا اليوم كله، ممكن تاخذ معايا كمان كم ساعه وساعتين وتوصل للهدف الاول على الاقل، او الهدف الثاني، اوكي، او انها فعلا ترجع تتراجع لو حصل ضغط من البيتكوين وحصل تراجع، خاصة ان احنا تكلمنا في الفيديو السابق انه يمكن يكون في تراجع على الاقل لاعادة اختبار القاع، وممكن ما يصير يعني، اوكي، هذا احتمالات واردة، لكن لو حصل فممكن انها ترجع وتضرب الستوب لوس الموجود اللي هو عند 2.20. كذلك لو حنشوف معنا ماذا، مثلا اعطت سيت اب فيري نايس سيت اب، لكن للاسف ما كملت. الحين هي بترجع بتعيد التست حقها، اوكي،
والآن هل حترجع تنطلق مرة ثانية إلى الأعلى أو لا؟ لكن الستوب لوس موجود عندها هنا. ليش الستوب هنا؟ لأن أنا كمان بعتمد على شرطات يعني، أو على تايم فريم آخر اللي هو تايم فريم 3 ساعات عشان أشوف. فلازم أكون عارف إنه المنطقة على الأقل لو حتى ارتد من 3 ساعات إنها تكون أوكي سليمة، مو تضرب الستوب لوس زي اي اكس اس أمس مثلا. يعني اي اكس اس أمس أعطت الهدف، والحين راح أوريكم المثال عليها، لكن للأسف ضربت الستوب لوس لأن كنت مقرب. الستوب لوس كان المفروض يكون أقل من المستوى، ولكن بالنسبة للريسك ريورد ريشيو هي المشكلة فيها. طبعا للأسف لما تكون على اليومي بتشوف مقاومات يعني أحيانا، فلذلك احنا عند مقاومات موجودة سواء على اليومي أو على 3 ساعات. يعني لو نيجي نشوف هنا على 3 ساعات هنلقى إنه في مقاومات، ولكن في أمل إنها ترجع تصطدم في المقاومات هذه. يعني خليني بس أغير هذه الـ view sheet من الـ days والـ month والـ weeks عشان بس يكون الوضع، فإن عندها أمل إنها تصطدم في المقاومات هذه. فللأسف ممكن إنها تاخذ معايا كمان يوم أو شيء زي كذا. عادة أنا ما بحب المضاربات زي كذا، لذلك يمكن حتلاقوني أبطل حكاية اللونج هذه كثير وأستنى الشورت. حتى حتقول لي في بول رن، ما هو أنا زي ما قلت إنه البول رن حيسوي 1 2 3 4، وعند الخامسة اوكي يا حيسوي بالطريقة هذه ويسوي لي دايفيرجنس، او انه حيسوي الاي بي فهدخل عند البي سي واخذ المكسب حقي واطلع خلاص. يعني انا ما انا محتاج المضاربة عندي تكون. فحتى في البول ران بالعكس هتكون افضل وافضل، لانه حيكون في زخم عالي جدا وصعود قوي جدا. المهم عندي ان انا اكون عارف اعد الموجات اللي موجودة، وعلى اساسها اقدر ادخل من الموجة الخامسة شورت اوكي، بس اكسب لي زي ما قلت 5 6 7%. وطبعا لو كوين طلع مثلا اكثر من ذلك، مثلا ليتس سي 50 60%، فانت بالعكس في عندك امل انك تكسب على الاقل 15% في النزلة. اخر كوين بوريكم هو اللي هو اي اكس اس مثلا، كان امس اي اكس اس عشان اوريكم انه جاب الهدف بالملي، ولكن للاسف الستوب اكله قبل ما يحقق لنا الهدف حقنا هذا. احنا كنا عاملين هنا وعاملين الستوب على الـ5 ساعة على الـ125. السبب انه كان امس هذه هي الشمعة الـ3 ساعات، كنت عامل انها اقل من الـ125، المفروض انه يكون ستوب، لكن الصح كان المفروض يكون تحت المستوى هذا او تحت الترند الصاعد اللي هو هذا الموجود حاليا. خلينا نرسمه هنا عشان تشوفوه تعرفوا ايش اللي كان مقصود بالويف. ونفس الشيء لانه سبب تعرض المقاومة هو تعدى المقاومة هذه اوكي، ولا دخلنا هنا عند 130 وكان المفروض يكون الستوب تحت ترند هذا الصاعد من هنا اوكي. ولو تلاحظوا فعلا ضرب الترند وارتد بعدها، بس كان اكل اوريدي الستوب لوس لانه تحت ال 125 اللي احنا كنا حاطينها كستم. وهذا كان هو الهدف حقه اللي هو 136 امس و70 بالضبط. شوفوا حتى الخط ما غيرت الرسم ولا شيء، وجابها بالضبط ثاني يوم. لذلك في اللونج شويه انا بحتار، لانه هي عباره عن باترن مو عباره عن كوركشن. الكوركشن انا بعتبره افضل، يعني بالعكس انت ممكن تدخل لونج في ساعه الكوركشن بس تكون موجود في السوق. يعني هذه هتلاقيها 1 2 وهذه 3 وهذه 4 وهذه 5، فممكن تدخل في الكوركشن اللي موجود هنا على اساس تضرب اول هدف، وبعد ذلك هذا كله تذبذب اوكي وشابي تريد الى ان يتضح لك باترن اخر اوكي، على اساسه ممكن تاخذ لونج تريد جديده. وفعلا شوفوا طلع وجاب الهدف بالضبط تقريبا اللي هي 5 و6%، ما اتذكر بالضبط كم، اكثر حتى من 5 و6% و130 تقريبا، ايوه حوالي 5% اوكي كان جابها امس، لكن للاسف ما حصل. فهذا اللي انا بتوقعه اجين ممكن يصير معانا في الموضوع، عشان كذا يمكن وسعت الستوب لوس اليوم بالنسبه للاس اكس بي وبالنسبة لمانا، رغم انه الشارت حقهم بين انه في باترن مهم جدا، يعني ممكن ما تحققها اليوم لكن ممكن تحققها بكرة وتضرب. طبعا في حالة لو نزل تحت الستوب لوس اكيد راح اخرج من الصفقة، وهي اوريدي مفعل الستوب لوس موجود عندها. هذا المضاربات للأسف انه في ستوبات لازم تحترمها، وما في شيء اسمه لا انا هظل في الصفقة، مو زي الاستثمار يختلف تماما. هذا احنا عندنا صعود هنا سبب ويف 1 2 وهذه الثالثة اوكي، واعتقد انه لازم يكون في الخامسة هنا تكون ظاهرة. فبالنسبة لنا
بس هذا كان مجرد بس شرح سريع بالنسبة للصفقات اللي أنا بسويها. زي ما قلت حاليا فقط الربحانة هي الار اس ار اللي نازل أنا فيها شورت، ولسه هتحقق الهدف حقها إن شاء الله ما بتوين ال 0.0490، وهذه تقريبا فيها مربح تقريبا زي ما قلت حوالي 5 إلى 6% تقريبا، يعني في الحدود هذا. ويعطيكم العافية، شكرا لكم جميعا، وإن شاء الله يكون الفيديو مفيد. إذا فاتكم يا ريت لايك وسبسكرايب وشير للجميع. شكرا لكم.